قبل المواجهه امبارح في حلقه امبارح من السادسة مساء استعرضت مع حضراتكم مجموعه من الارقام اللي اتكلمت فيها عن اهم نقاط القوه اللي بتميز النادي الاهلي، وعملنا مقارنه بين الموسم بالكامل ارقام الاهلي وارقام الوداد، واستعرضناها مع حضراتكم سواء من الناحيه الدفاعيه او من الناحيه الهجوميه، الاستحواذ، القدره على صناعه الاهداف وتسجيلها، القدره على القدرات الدفاعيه، قدره من في فكره منع او تصدي لهجمات الخصم. كل دي ارقام قلنا واكدنا انها بتصب في مصلحه الاهلي وبترجح كافه الاهلي بشكل كبير. يمكن هنعرض مع حضراتكم مجموعه من الارقام اللي الاهلي قدر من خلالها ان هو يترجم الارقام دي في مباراه الامس، ويمكن الارقام دي تاكد لحضراتكم قد ايه الاهلي كان فارض كلمته وكان قادر يفرض سيطرته على مجريات المباراه بالكامل، على الرغم انها طبعا بتلعب في ملعب الوداد. بدايه طبعا احنا عندنا السكور او الاهداف اللي قدر الاهلي يسجلها 2-0. نسبة الاستحواذ وانك بتلعب بره ارضك في بطولة او في دور مهم جدا من اهم بطولة قارية في القارة الافريقية، في مع منافس مرشح للفوز بالبطولة، وتقدر تحقق نسبة استحواذ بنسبة 52% في مقابل 48%، ده شيء يحسب للجهاز الفني وللاعيبة النادي الاهلي. عدد التمريرات اللي عملها لاعيبة النادي الاهلي 457 تمريرة، منهم 371 تمريرة صحيحة، ودي نسبة برضو بيتفوق فيها الأهلي على نسبة التمريرات. هنتكلم هنا على الاستحواذ ودقة التمرير. الوداد قدر يحقق 413 تمريرة بنسبة تمريرات صحيحة 322 تمريرة. نسبة التمريرات مقابل الإجمالي، تمريرات صحيحة مقارنة بالإجمالي 81% النادي الأهلي، 78% بالنسبة للرجاء للوداد انا اسف. وبالنسبه للتصويب على المرمى الاهلي قدر في مباراه الامس، ودي واحده من الحاجات اللي اتغيرت واللي بنلاحظها دايما ورصدناها مع حضراتكم في كل المباريات اللي لعبها النادي الاهلي تحت قياده موسيماني. الراجل بيركز جدا على جزئيه التصويب على المرمى. الاهلي امبارح صوب 11 مره على جون الوداد، منهم 3 تصويبات كان بين ال3 خشبات، في حين انه الوداد وهو بيلعب على ارضه، ودي برضو حاجه ليها شغل مرتبط بالناحيه الدفاعيه في النادي الاهلي ومدى تطورها تحت قياده موسيماني، ودي هنرصدها في مجموعه من الارقام الثانيه المهمه جدا. قدر يوصل ل9 تصويبات، منهم 5 فقط بين ال3 خشبات. نروح للسلايد ده. السلايد ده بالنسبه للتمريرات البينيه، وبرضو وانت بتلعب على ملعب الخصم بره ارضك بيبقى فيه نوعا ما حاله تحفظ شويه في فكره هجوم، وهنا الاهلي نجح ان هو يعمل 11 تمريره بينيه، فيما نجح الوداد في انه يعمل 6 تمريرات فقط. الفرص على المرمى الاهلي قدر يخلق 5 سجل منهم 2، الوداد قدر يخلق 6 فرص لم يسجل منهم ولا فرصه. انا عايز حضراتكم تاخدوا بالكم من المقارنه اللي جايه دي بالنسبه للضربات الركنيه على مدار المباراه. قدر الوداد انه يحصل على 11 ضربه ركنيه، في حين انه الاهلي لم يحصل على ضربه ركنيه واحده، ورغم التفوق الرهيب لكن الحقيقه خليني اقول لحضراتكم احنا رصدنا من خلال الجزئيه دي قدره الاهلي على التنظيم الدفاعي والتمركز السليم والتعامل مع الضربات الركنيه بنسبه 100% اللي اتعرض ليها النادي الاهلي امبارح، وده شيء كان بيمثل نقطه ضعف عند النادي الاهلي في فترات سابقه. اعتقد انه الرقم ده بيأكد على حدوث تطور في الجزئيه دي. ركلات جزاء احنا حسب لينا ركله جزاء واحده قدرنا نسجل منها، هم طبعا حسب ليهم نص ركله جزاء، مش قادر اسميها ركله جزاء بصراحه، بس حسب ليهم ضربه جزاء ولكنهم فشلوا في التسجيل، او نجح محمد الشناوي، خلينا نكون يعني في منتهى الدقه، نجح محمد الشناوي في التصدي لركله الجزاء الوحيده اللي احتسبت للرجاء. الوداد ارقام اللاعبين بالامس الحقيقه احنا يمكن رصدنا اهم وابرز، اللعيبه كلها كانت نجوم، اخص بده يعني الشناوي، قفشه، محمد هاني. الشناوي على مدار السيزون كله الحقيقه عامل ريكورد ولا اروع، يعني محمد الشناوي الحقيقه سواء كنا بنتكلم على ارقام في الدوري العام او ارقام في دوري ابطال افريقيا، لعب 42 مباراه، دخل مرماه 13 هدف في كل المسابقات، شباك نظيفه 31 كلين شيت، وده رقم الحقيقه يحسب للجهاز الفني النادي الاهلي ويحسب لمحمد الشناوي اللي قدر يطور من مستواه بشكل كبير جدا، ونجاحه في التصدي لضربات الجزاء يضيف ليه الحقيقه ميزه كبيره جدا، خصوصا ان في معظمها كانت ضربات جزاء حاسمه، يعني لا قدر الله لو سجلت ضربه الجزاء امبارح ورجع الوداد في شوط المباراه الاول، كان من الممكن السيناريو الشوط الثاني يكون مختلف تماما ونتيجه المباراه بشكل كامل تكون مختلفه بشكل كامل. نروح لاحصائيات اهم لاعيبه النادي الاهلي امبارح في مباراه الوداد. قفشه لعب 98 دقيقه، سجل هدف ولا اروع ولا اجمل، وعليه 52 باس منهم 44 تمريره صحيحه، قدر يلعب 3 تمريرات بينيه وقدر يخلق فرصتين في على مدار المباراه. نروح في الناحيه الدفاعيه، اثنين لعيبه تحيه تميزوا بشكل كبير جدا في مباراه امبارح. محمد هاني لعب 98 دقيقه كامله، التمريرات الصحيحه 63 تمريره منهم 54 تمريره صحيحه، قدر يلعب 3 عرضيات وقدر يقطع 9 تمريرات. وخدوا بال حضراتكم انه الشناوي كان بيلعب عليه امبارح، محمد هاني كان بيلعب عليه امبارح واحد من اتقل الاجنحه في القاره السمراء في التوقيت الحالي، اسماعيل حداد، لاعب يتمتع بامكانيات كبيره جدا وصاحب تاريخ وخبرات كبيره جدا، وبيلعب على ارضه ومع فرقته وفي دور مهم. فكل الحقيقه التقدير لمحمد هاني والدور المهم اللي قام بيه امبارح. كمان ايمن اشرف الحقيقه، علي معلول طابع الاول. علي معلول الحقيقه امبارح طبعا لعب مباراه اكتر من رائعه، وما كناش شفنا علي معلول في الفورمه دي بقالنا كتير. ده علي معلول اللي احنا بنعرفه واللي نتمنى ان شاء الله انه يستمر مع النادي الاهلي السيزون ده على نفس المستوى. قدر يسجل هدف، لعب 98 دقيقه كامله، ليه 52 تمريره منهم 43 تمريره صحيحه وقدر يقطع 7 تمريرات. ايمن اشرف هو ثالث لاعب في الناحيه الدفاعيه، نجح بشكل كبير وتميز بالامس. ايمن اشرف لعب 98 دقيقه، تمريرات 42 تمريره منهم 35 تمريره صحيحه، استخلاص كره من لملعب الخصم 9 كرات ومنهم واحده في ملعب الخصم، وقدر يقطع 9 تمريرات. والالتحامات الهوائيه الصحيحه نسبه 2/2، واحده برضو من الارقام المميزه. انا مش عايز انسى حد، لكن الحقيقه كل اللعيبه امبارح كانت فورمه عاليه جدا، كل اللعيبه ساهمت بشكل كبير جدا في لقطات مهمه جدا على مدار المباراه في تحقيق مكسب غالي جدا يقطع بيه الاهلي خطوه مهمه جدا نحو التاهل ان شاء الله للمباراه النهائيه والفوز بالبطوله الغاليه، البطوله الاهم، البطوله الجماهير الحقيقه مستنياها والنجمه التسعه، دوري ابطال افريقيا. فقراتنا في السادسه مستمره مع حضراتكم، فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.